اتفضل سيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية طبعا ترحيب بأساتذتي هم مش ضيوف طبعا، هم أهل البيت والناس الذين تعلمنا على أيديهم، وكان لهم طبعا دور كبير في ما وصلت إليه الجامعة. معالي الوزير الدكتور أحمد مجد الدين موسى، الأستاذ الدكتور الغالي معالي الوزير، الدكتور أحمد البيومي رئيس الجامعة السابق، السادة نواب رئيس الجامعة السابقين، زميلي العزيز اللي مشفتوش من زمان الأستاذ الدكتور رضا، السادة ضيوف الجامعة، زملائي الأعزاء، السادة العمداء كله والوكلاء، يعني السادة المكرمين. طبعا شرف كبير ليا النهاردة إن أنا أكون أو نحن نكون في جامعة المنصورة في الاحتفالية بتاعة عيد الأهل. الحقيقة يعني إحنا أنا كنت قاعد مبسوط جدا وقاعد يعني راسي لابسة السماء لما شفت العرض اللي عمله عمرو، وقد إيه إحنا الحمد لله كجامعة المنصورة وصلنا لهذا أو لهذه الدرجة. يعني زي ما سقراط بيقول إحنا تكلم حتى أراك، وإحنا الناس ما كانتش شايفانا لان احنا ما كناش بنتكلم، لكن لما بدانا نبين شغلنا وبدا الناس تشتغل كلها علشان تبرز الجزء او ما يتم عمله، ده اللي حصل. يعني ده اللي حصل وده اللي احنا شفناه، قد ايه الانتاج العلمي للباحثين من جامعه المنصوره بيزيد، وقد ايه احنا بقى لينا مكان على الخريطه العالميه. لما يعني يمكن في مقاله برضه نشرت من حوالي شهر بتبين قد ايه احنا موقعنا كمنظومه التعليم العالي في البحث العلمي او في النشر العلمي على مستوى افريقيا. كان دايما التنافس بيننا وبين جنوب افريقيا، وكان جنوب افريقيا دايما بتسبقنا. احنا السنه اللي فاتت اللي 2020 يعني مجمل البحث الذي تم نشره من العلماء المصريين زاد تقريبا بمعدل 20%. وتقدمنا عن جنوب افريقيا لاول مره، فبقينا في الرانك الاولاني على المستوى الدول الافريقيه في النشر العلمي. ده طبعا بيعكس حاجات كثيره، بيعكس اولا طبعا احنا كلنا مشاركين وبدرجات متفاوته، وكباحثين من اماكن كثيره في مصر وفي جامعات مصر وفي مراكز البحوث. يمكن احنا لينا دور اكتر شويه، يمكن البحث او السلايد اللي عملها عمرو ورا قد ايه لما عملنا اللي هو الويتد امباكت فاكتور، وقد ايه احنا كجامعه المنصوره سابقين يعني جامعات اخرى اكثر مننا عراقه واكثر عددا في في البحث العلمي وفي النشر والى ذلك. ده يمكن زي ما اشرف قال، يعني ده بيتم ازاي ان احنا بنحاول احنا كاداره يعني ان نوفر البيئه الصالحه للناس انها تشتغل. نوفر ازاي؟ اولا ان احنا قدر الامكان وفي الحدود اللي موجوده عندنا الحاجات الكباسيتي، ان احنا نعمل سبورت للسنترز، وان احنا نوفر جزء من الدعم المالي للباحثين علشان يجروا ابحاثهم، ونزود الحوافز اللي احنا بنقدر نديها للساده اعضاء التدريس والباحثين اللي هم بيشاركوا في البحث العلمي. يمكن الارقام بانت قدام حضراتكم قد ايه احنا بنحاول قدر الامكان نعمل سبورت لهذا. لماني شديد ان ده مهم جدا، يعني ده واحده من الايه؟ من الحاجات او من الاماكن في الجامعه او الانشطه اللي في الجامعه اللي هو هي بد من دعمها بشكل كبير جدا حتى يساهم ذلك في يعني رفع مكانه الجامعه واسمها وتصل الى التي او المكانه التي تستحقها يعني.
يمكن التشالنج اللي قدامنا في الفترة الجاية هم الجزء الخاص بالعلوم الإنسانية. يعني العلوم الإنسانية على الرغم من إن عندهم كم من البحوث وعندهم كم من العقول العالية، ولكن الطريقة زي ما قلت في الأول يعني تتكلم حتى رقم الناس مش شايفانا، لأن إحنا في الجزء بتاع العلوم الإنسانية ده نتيجة لأن إحنا بنستخدم لغة يعني اللغة العربية في النشر فيها، فيمكن ده اللي عايشه وده اللي إحنا بدأناه، وده يمكن يعني إن شاء الله ممكن يعني يبان أثره في الفترة القادمة. يمكن آخر سلايد كان عرضها الفيلم، يعني دايما أنا بحب هذه السلايد أو الشاشة اللي هي صورة الجامعة من فوق، ودي هي الممر. ويمكن أنا قلت ده قبل كده في هذا المكان من كام سنة، إن هذا النور هو نور الناس اللي تحت، نور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب اللي ساهموا في إن هذه البقعة تصبح منيرة في مجتمع مش منير قوي. لكن الحمد لله احنا يعني بفضل الجيل الاول والاجيال المتعاقبة والطريقة اللي احنا يعني اتربينا بيها، ودايما انا برضو بقول في كل قصة في كل مكان اسف في كل محفل ان العاملين واعضاء التدريس في جامعة المنصورة يتسموا بالجدية، يعملوا بعيدا عن الاضواء ويتركوا عملهم ليتكلم عنه. فإن شاء الله تظل جامعة المنصورة منصورة، وتظل متلألئة، وتظل دائما في المكانة العالية التي تستحقها. قبل ما أختم كلمتي، يمكن شكر لكل من ساهم. زي ما أشرف قال، إحنا يعني بنحاول إن إحنا ندي فرصة لأولادنا وإخواتنا الصغيرين إن هم يشاركوا في كل حاجة، فأنا أتقدم لهم بالشكر على الإخراج الجيد لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن كل واحد فيهم يبقى في القريب العاجل واقف مكاني هنا أو مكان في مكان أحسن في حتة بره الجامعة. كل سنة وإحنا كلنا بخير، وكل سنة وجامعة المنصورة دائما منصورة. شكرا.